السلام عليكم. زار والي ولاية تيبازا محطة جديدة لتصفية مياه البحر واللي راهي قيد الإنشاء في منطقة دواودة أو فوكا بغرب مدينة تيبازا، واللي هي محطة ثانية كل حرفية ولاية تيبازا بسعة إنتاجية نتاع 300 ألف متر مكعب يوميا. وللعلم انه التكاليف تاع الانجاز تاع مثل هذه المحطات هي حوالي 100 مليون دولار لكل 100 الف متر مكعب يوميا. اذا هذه اللي عندها 300 الف متر مكعب يوميا تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار اذا في هذه المحطه. اذا خليكم تتابعوا نهايه هذا الفيديو والسلام عليكم. هذا واحد.